صوتك في صحنك على إيفام أحلى راديو. إيفام أحلى راديو لحد 17 أفريل الموافق لي 16 رمضان. هذا برنامج صحتك في صحنك. نوال بيزيد معكم في الميكرو، نرافقوكم كالعادة كل يوم الستة متاع العشية على راديو إيفام، وتلقاونا على لي ريزو سوسيو راديو إيفام على فيسبوك ويوتيوب. واليوم جيب حدايا خلود دبي. مرحبا بيك خلود. مرحبا بيك. أخصائية التغذية، نحكيو على أهمية السحور. خلود، السحور يعتبر وجبة أساسية في رمضان وما نجموش نتخلو عليه. عنا شقا فطر، والسحور يعتبر وجبة أساسية لازم تكون فيها المكونات الأساسية. ننصحوا بثلاثة حاجات رئيسية في وجبة السحور: كعبة غلة أكيد، أم برودوي ريتي، كعبة ياغورت، كاسة حليب، نجمو ناخذو معنا فرماج وإلا غوتا دو بون كاليتي. وما ننساوش النشويات لي فيكولون كيما الخبز والشوفان، هذوما حاجات أساسية في السحور باش نجم نواصل نهايراتي متاع الصيام بالقدا. ما ننساوش كون رمضان 30 يوم متواصلة، كان فوات السحور نهار الاول نهار الثاني بعد راني نتعب وما نجمش نكمل شهري بالقدا. فما ناس خلود تزابي كما نقولوا تنقز السحور بنية انها تضعف مثلا، والا حتى ساعات مش بالعاني نهار في نهار في نهار. شنو هي المخاطر نتاع الحكايه هذه؟ الحقيقه لهنا ما فماش نتيجه دائمه ونتيجه تبقى، يعني خاطر لهنا باش نحرم روحي وباش نضعف هكا الكيلوات الصغار، وبعد باش يعمل لي بلوكاج للبدن خاطر ناقص فيتامينات، ناقص عناصر غذائيه اساسيه للمواصله. خاطر احنا كي نحبوا نضعفوا ماذا بينا نضعفوا اون بون سونتي، نضعفوا احنا معناها شيخين ومتفردين، البوم تاعنا مزيانه واخدين المنافع والفيتامينات. خاطر التغذيه راهي معانا، مش نحرم روحي ونبطل من الماكله على اساس نحب نضعف، هكاك ما نوصلش النتيجه الحقيقه. وخاصه كي تبدا ناس عندهم امراض مزمنه، نقول نحكيوا على الناس اللي عندهم مثلا مرض سكري اكثر، ناس نجم تكون معرضه لخطر كبير في نجم تدوخ. نجم تدوخ وسط نهارها، ومعناها وساعات معناها حاجه تجيب حاجه ما اكبر، معناها نجم تدوخ تصير لها مشكل نجمش تكمل نهارها. وكما حكينا رمضان 30 يوم متواصله. وفما السحور في حد ذاته خلود، فما تركيز على حاجات صحيح. معينه صحيح. ديما نسمعوا البنان خذوا البنان، كل البنان ديما نسمعوا على البنان، معناها رمضان والبنان. الحمد لله احنا في تونس موجود عندنا البنان ومعناه متواجد على طول العام، والبنان من اشهر الغله الموجوده في العالم، راهو موجود في اكثر من 107 دوله وديما موجود. والبنان الحقيقه كعبه بنان تغطي لي 27% من الاحتياجات اليوميه نتاع نهار كامل، بالفيتامينات اللي سالم نيرو من البروتينات. انا نحكي على قيمه غذائيه كبيره. بار اكزومبل نحكوا شويه نتعمقوا شويه في التغذيه، كعبه بنانه توزن ابو بريمي 50 غرام، فيها 110 سعره حراريه كالوري اللي هي حاجه باهيه، 30 غرام دو فيكولون نشويات، 1.9 دو فيبر معناها تسهل عمليه الهضم. البنانه الحقيقه فيها برشا حاجات، اي سورتو في رمضان فيها البوتاسيوم. البوتاسيوم هو معدن اللي البوتاسيوم هي املاح، البوتاسيوم املاح معدنيه اللي تحسسني كوني انا شبعان على طول النهار، تحسسني بالارتواء. فيه المغنيسيوم زيادة، هذيك علاش البنان راهي حسسني بالفرحه، نحلي هيك حشيش رمضان حسسني كون انا متفرهده. الحقيقه ديما ننصحوا باخذ البنان على القيمه الغذائيه الكبيره اللي موجوده فيه. فما البنان فما زيادة التمر ديما مصحوح به، ما الاكثري في شقن الفطر مش كونسيستون البنان زين معناه يشبعني الحقيقه. اي خاطر التمر تراسينا ناكلو اكثر كعبه باش باش نجمو نشدو قلوبنا خلود. سينو نرجع لك السؤال الاخر نتاع مخاطر انه ما ناخذوش سحور. فما ناس بخلاف انه ما تاخذوش سحور في وسط النهار، يحاولوا انهم خاصه الناس اللي عندهم نيه انهم يضعفوا في رمضان يزيدوا يعملوا اكتيفيتي فيزيك مثلا في وسط النهار، والا تبدا طبيعه الخدمه نتاعهم فيها جهد معناها بدني. شنو تنجم تكون المخاطر نتاع الحكايه؟ الحقيقه المخاطر كبيره، هي اول حاجه سوء تغذيه، خاطر نجمو رانا نقصوا في الميزان. انا ناقف نقولوا معناها ناقف على البسكولة معناها على الميزان، نلقى روحي نقصت اما راني نقصت ميسكل، راني عندي فونت مسكولير معناها عندي دي شيرو معناها فريمون ما تلقاش حتى الفرصه باش تهز حاجه خفيفه.
تحس روحك تعب نهار كامل. هذاك معناه نحكوا عليه سوء تغذيه لهنا، ما نحكيش على كوني انا ضعفت، ما نحيتش جريس، ما نحيتش دهون، بالعكس نحيت ميسكل، وهذا ما نحبوش نوصلوا. ماذا بينا كي معناه نتعانوا مع التغذيه معناه بكوتي باين، واللي معناه متفرهد معناه اون بون سانتي، نضعف بالقد اي سورتو اي سورتو نحافظ على الميزان نتاعي، ما نحبش نضعف ونرجع نولي في اللي في يويو. ماذا بيا ديما نمشي مع التغذية، ديما نقول ديما صدقني ليل الحرمان ما نحرمش روح، ناكل كل شيء شوي شوي ونكمل النهار، هكاك نضمن صحتي ونضمن راحة بالي وسورتو الصحة عزيزة وغالية. فوالا خلود، نختم بسؤال أخير اللي هو فما الناس اللي تقعد كيف ما كنا نحكيه مرة في مرة، سواء نسيت ولا تعديت في الطويل ما رقدتش ولا حاجة، وخاصة أنه رمضان سحور يخلينا نقصوا على النوم ونعاودوا نفيقوا، دونك النوم يدخل بعضه شوية في رمضان، بعد أنا دي مال أنا reprend le rythme العادي. فما ناس تاخو هكا une supplémentation en complément alimentaire باش فماشي ما هكا تتصلح شويه الحكايه الفرعيسه هذيك. الحقيقه احنا في الفولي الاول ديما نشوف في التغذيه، سينون المكملات الغذائيه بصفه عامه رانا ما عندنا معها حتى مشكله في التغذيه، بالعكس سيستم بلس لينا تعاوننا. اون بلس الحقيقه مع لي بوليسيون مع الساعات كي تاخو مثلا بتاخو غلة والحال تلقى معناه باش تنظف، ساعات يتنح منها الفيتامينات، ساعات تكون معناه ما تعطيكش الفيتامينات الكل اللي حاجتك بيها. دونك سوبليمونتاسيون فيتامينيك الحقيقه باهي، وانا نفضلها في السحور. معناها في السحور نجم ناخذ معناها ملكي فيتاميني يعاوني بالقداء وباهي وبالعكس تام بلس ليا. فوالا يعطيك صحه خلود دبي اخصائيه تغذيه، ميرسي بوكو على حضورك معنا. اقعدوا معنا مازلنا مواصلين في صحتك في صحنك. توت سويت نمشيو مع نحكيو مع ماهر صمود مسؤول منتوج عن مخابر ميديس. صحتك في صحنك على EFM أحلى راديو. نحكيو على لي كومبليمون اليمونتير توت سويت مع ماهر صمود مسؤول منتوج عن مخابر ميديس. مرحبا بيك ماهر. يعاجك مرحبا. على شنو باش نحكيو اليوم؟ والله اليوم انا توجو في اونشيني كنت نسمع فيكم تحكيو على السحور وعلى على النوم، فوائد النوم زاده فرعيسه نتاع النوم. اي سمعت تحكيو زاده على لي كومبلكس ملتي فيتامين نجم ناخذهم في السحور. انا جو رابيل لي فيتاوين سي ان كومبلكس فيتامين ملتي فيتاميني نجمو زاده ناخذو في السحور. اما زاده اليوم باش نحكيو كيما حكينا في السحور، راهو كيف فما شكون يقوم في السحور باش ياكل الماكله نتاعو، وفما شكون يسهر. خاطر احنا في رمضان كنا نعرفوا اللي تكثر السهريه كسوا في الدار ولا البرة في الشارع في القهاوي في شوبينغ. دونك الريتم نتاع النوم نتاعنا يتبدل، وحتى من لوغلوج بيولوجيك اللي مستنسين بها تتبدل هي زيدا. وبعد في الغبريز وبعد رمضان معناتها في الفطار نلقاو مشكله كبيره في النوم بكري، وحتى في القومان زاد بكري نلقانا ديما تعبين ومانيش في فورما. دونك وقت نبداو نلوجوا على حلول. داكور الحل جيبه لكم لي لابوراتوار ميديس. علاش؟ خاطر عندنا ان كومبليمون اليمونتير اسمه دورميو. هو ترقد دورميو اسمه على جسمه على اسمه دورميو، موجود في الصيدليات الكل. دورميو فيه ميلاتونين اللي هي سيت اون هرمون، معناتها هرمون تنظم السيكل نتاع النوم زاد كيف الريفي معناتها الفيقان من غدوه الصباح. كيفاش دورميو يعطي سينيال للبدن يقول له توا وقيت نوم هكا، معناتها سي اون فو باناليزي الحكايه يقول له توا وقيت نوم. دونك وقت اللي ويعدل زاد لوغلوج بيولوجيك اللي قلنا تمسس احنا من الاول. معناها اون فوا تاخذ دورميو تحضر بدنك بوغ ان سومي بروفون معناتها عميق وريباراتور. خاطر السومي معناتها النوم في رمضان ولا حتى في سائر الايام اون فوا تسهر ولا تكسر الريتم نتاعك يدخل بعده وتولي ديفيسيل دو ريبروندر لو سومي. دونك يرجع لك ان سومي ريباراتور وعميق زاد فرد واحد. كيف زاد دورميو ينسخو بيه في ديكالاج هورير. وقت نعطيك اكزامبل وقت السفر، وقت اللي يروح واحد من السفر ويلقى روحه في مشكله مع النوم سيرتو كان في بلاصه بعيده، زاد دورميو انديكي مع معناتها ننسخو بيه في الـ في الـ في الديكالاج هورير هذايا. دونك كيما قلت لكم دورميو موجود في لي فارماسي الكل. هي حربوشه سوبلانغوال معناتها تحط تحت الذوب تحت اللسان. علاش؟ باش تعطي افي رابيد. تعرف انت واحد مش بياخذ حربوشه يقعد قاعد يستنى وقت باش ينو.
دونك هذا سي اون سي سان كومبريمي سوبلينغوال يذوب سوبلينغوال باش لي في نتاعو يكون رابيد و وناخذوها زيد دو بريفيرونس نص ساعه قبل النوم هكاك باش نحضروا النوم نتاعنا اللي باش يكون بروفون اي ريباراتور فوالا يعطيك الصحة ماهر سامود. اليوم حكينا على دورميو اللي هو كومبليمون اليمونتير من منتوج من منتوجات مخابر ميديس, وحكينا على منتوجات أخرى, حكينا برشا على البيتاوين اللي هو فيه اون بانوبلي معناها المرأة الحبلة للسبورتيف للصغير من الجونيور حتى للسينيور معناها نتعديو بالإكزام فيتامين إكزام الغروسيس الاليتمون فيتاوين زيد ادولت وفيتاوين ادولت بلس بور لي سينيور لي اتليت سبورتيف. فوالا يعطيك الصحه ماهر سامود, واللي يحب يتبع شنو فما دي نوفوتي فما لي ريزو سوسيو, احنا عنا احنا موجودين في لي ريزو سوسيو الكل, في عنا باج فيتاوين باي ميديس على فيسبوك, كيف كيف فيتامين باي ميديس على انستغرام, تيك توك aussi موجودين. اي خاطر احنا اون فو توشي كيما قلت لك الفئات الكل نتاع العباد والاعمار الكل. كيف كيف عنا ان سيت فيتامين باي ميديس, وعنا زيد لو سيت ميديس الكل هو السيت الكبير لو سيت الام نتاعنا اللي تلقاو فيه لي ليان ولي برودوي نتاعنا الكل موجودين. فوالا سينو لي لابوراتوار ميديس على فيسبوك. ميرسي بوكو ماهر سامود مسؤول منتوج عن مخابر ميديس. نمشيو توت سويت مع سليم بن عمر يعطينا لا روسيت دو جور. صحتك في صحنك على اي اف ام احلى راديو. يجي بحذايا الشيف سليم بن عمر كما العاده يعطينا لا روسيت دو جور. مرحبا بك. عايشك نوال. شعلنا اليوم. اليوم باش نعملوا الغرايف. ايه غرايف يعيطولها بغرير في المغرب, يعيطولها كريب اميلترو في فرنسا. دونك الغرايف هي كريب وفيها برشا المنقوبه معناها فيها برشا معناها بات اخشن شويه من الكريب. هي كيما الكريب اما تيب من شيره بركه وتبدا فيها نقب من فوق معناها منقوبه. فوالا باه مزيانه برشا. دونك البات نتاع الغرايف خاطر نحكيو على السحور اليوم دونك انا عملنا الغرايف. اي باش نعملو غرايف باش نعملوها بالبنان زاد زاده. اي بنان وفاكا فما عسل وحسيل. دونك باش نحن عندنا نص كيلو سميد. نص كيلو سميد باش نزيدو عليه شطر شكاره نتاع خميره نتاع خبز. وباش نزيدو عليه مغرفه نتاع سكر وعظمه ورشه صغيره ملح. دونك هذوما الكل يتخلطوا بالقدا مع بعضهم ونزيدوهم تقريبا 600 مليلتر من الماء معناها اكثر شويه من نص لتر. باه الماء باش يكون دافي, لازم يكون دافي باش يتخمر لنا البات نتاعنا. دونك نخلطوهم بالقدا ونزيدوهم شويه زيت جديده, زيت جديده باش بعد ما تلصقنيش الكريب. داكور. دونك نخلطوهم بالقدا بالقدا ونخليهم بعد البات ترتاح تقريبا ساعه, تقريبا ساعة باش تتخمر الفات بالقدي وباش تخرج لنا النقب من فوق وتعطينا الغرايف مزيانية. دونك ارتاحت ساعة ناخذوا كذا واحنا مقلة ولا بوالة ما تلصقش فيها الكوش فيها الكوش اونتي اديسيف. دونك نحطوا باللوش نتاعنا الكريب ونستناها واحدة واحدة تعمل تفوج شوية هكايا وتعمل لي بول دير هذوكم هما من الخميرة معناها يكونوا. فوالا دونك نبداو نعملو بالكعبة بالكعبة ونحطوهم الكل مع بعضهم ومن بعد نحطو البنان نتاعنا, ناخذو بنان نقصوه دي رونديل جويدين ونحطوهم في الكريت نتاعنا ونعملوهم كيما نحبو نحنا, سواء تريونجل سواء نعملوهم رولي سواء سوا دي بون معناها كيفاش يحبهم الواحد. فوالا ونجمو نزيدوهم شوية عسل, نجمو نزيدوهم شمية. دونك كان سا دي بون شنيا الصحة نتاعنا, وهكا يكونوا الغرايف نتاعنا حاضرين. شيف هاي حاجه بنينه سورتو نركزوا على البنان خاطر كان تحكي لنا معنا النوتريسيونيست على البنان. دونك نحاولوا الماكسيموم نستعملوا البنان فيها بيسكو هي كريب كريب اميترو, نزيدوا معاه البنان وكيك تجينا ماكله صحيه وكامله وبنينه على الاخر. ولا سليم ديما يسمع الكلام تاع لي نوتريسيونيست نتاعنا اللي يجي ويبدا كي يعمل في يراجع في دروسه معاهم يبدا يسال فيهم. ميرسي بوكو على الفكره نتاع اليوم. نذكركم اللي جديده تربحكم بون داشا قيمته 200 دينار, تدخلوا للسيت www.aslelbana.com. ان شاء الله مربوحه للناس الكل. ميرسي encore une fois شيف سليم بن عمر, نويل بيزيد معكم في الميكرو, نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت 6 نتاع العشيه على راديو اي اف ام في نصيحه جديده ووصفه جديده. نتقابلوا غدوه, شهيه طيبه للناس الكل. باي باي. صحتك في صحنك
على EFM أحلى راديو.